ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعانا النهارده ضيفه مميزه جدا. هي مش بس مصممه ازياء وستايلست، هي كمان من اوائل الناس اللي صمموا البايات. ممكن قماشها تلبسيها في اي حاجه، دايما ليها بصمه في تصميمها وليها هويه خاصه. منوراني النهارده مصممه الازياء والستايلست توما زيدان. اهلا بيكي. اهلا يا حبيبتي، نورانا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. حابه النهارده تكلمينا عن رحلتك في المجال، في التصميم، في الستايلست. انا بدات البراند بتاعي من 2018. قبلها طبعا اشتغلت في حاجات كتير بره مصر، بس من 2018 قررت ان انا ابدا البراند بتاعي هنا في مصر. كنت قبلها في اسبانيا وتركيا، وبعد كده اول كوليكشن عملته كان في 2018، كان بيض، وكان وقتها كانت وماشة مش منتشرة خالص، ومحدش فاهم ايه اللي بيلمع ده طول الوقت. عملت بناطيل وطوب وجاكيت وكل حاجة، وبعدت عن منطقة ان هو دريس وريد روحي بيه مناسبة. لا اوكي، يعني انت اول كوليكشن خالص عملتيه كان بايت كله، حتى عملت شرابات بايت. اه دي كانت اول كوليكشن، وكانت مفزعة شوية للناس لانها اللي هو ايه شراب بايت طبعا كمان. حاجة غريبة. وبعدها طلعت ترند والله بعدها بكام سنة، وبقت البنات كلها بتلبسه يعني. وعملت الباري، يعني باري بايت كنت بدخله في كل حاجة في ديزاينز، مش مقتصر على ان هو يبقى دريس بس تحضري بيه مناسبه. دخلتي كمان ممكن في الكاجوال، في طبعا في الجينز، كان بحطه في الجينز من الجنب، بعمل بيه اشكال على الجينز، لان هو كان فكرتي انه مش لازم تبقي رايحه تحضري فرح تلبسي دريس منفوش او دريس بقماش وتطريزات وكده. انت عايزه تروحي فرح مثلا معزومه عليه، مش قريبه العريس ولا العروسه، فتلبسي ايه؟ تلبسي بايت. أوكي. لان هو حاجه سباركل وهتديكي نفس الافكت بتاع ان انت لابسه سواري، بس انت اوريدي مش لابسه سواري قوي. طب ليه اخترتي البايت بالذات؟ في قماشه كتيره ممكن تكون فيها نفس الفكره يعني. قماشه مش بتقدم خالص يا امل، تايمليس قوي، يعني ان هو انت لو حطيتيها في دولابك 50 سنه هتلاقي جدتك اكيد كان عندها حاجه بايت. ده حقيقي. مامتك اكيد عندها حاجه بايت. قماشه مش بتقدم، فانا كنت ببيع الفكره دي ان انت بتشتري حاجه بتعيش وبتسيف يور ماني، يعني انت مش هتجيبي حاجه بكتير لان هي قماشه غاليه مش رخيصه، وهتلبسيها لبستين وتبوظ بقى، او من الركنه في الدولاب لونها يغير، التطريزات عموما بعد وقت لونها بيغير شويه. فالبايت لا، بيحافظ على قيمته جدا، وقماشه بتعيش. طيب يعني زي الصور كده اللي احنا شايفينها ديت، الصوره دي دي تصميماتك؟ دي تصميماتي وتنفيذ الورشه بتاعتي. دي الصوره اللي هي عند الاهرامات، دي موديل من امريكا، وكانت جايه مخصوص مصر عشان تتصور هنا في قدام الاهرامات. والمصور اللي مصورها برده شمايا، ده مصور امريكي. هم مصوروش مع حد غيري هنا في مصر. حلوه جدا. دي البيست سيلر عندي، بتتباع من 2018 برضو، يعني دي الكوليكشن لازم كل كوليكشن الناس تطلبها مني يعني. دي بقى ممكن مثلا يعني ما بتقدمش البنطلون تلبسيه لوحده وتلبسي عليه تي شيرت وتخرجي مع اصحابك بالليل في الويك اند، فانت كده لابسه حاجه فيها بلينج بلينج شويه وشكلك كاجوال. البليزر برضو نفس الكلام، ممكن تلبسيه على اوتفيت اسود ساده، عايزه تلبسيه على وايت هيليق، فبينفع تعملي لها ستايلنج كتير قوي. لو لبستي تحت السود تي شيرت وكوتشي فانت قلبتيها ستايل تاني خالص. ده كمان حلو قوي. ده الوايلد ليج بقى، ده طالع موضه جدا يعني. دي موديل المانيه برضو، انا محطوطه في حته ان هم الموديل الاجانب خلاص بقوا عارفين ان هم بييجوا مصر توما هيكلموها عشان يلبسوا حاجه قدام الاهرامات او عند الاهرامات. دي موديل جايه من المانيا وكان مصور الماني. دي من اللاست كوليكشن بتاعنا، دي حاجه برضو كوكتيل دريس كده يعني، بسيط للبنات ال 19 سنه 20 سنه. حلو اللون، حلو. ترندي جدا البستيل كلر دي، طالعه موضه يعني. دي موديل فرنسوية كانت بتتصور في وسط البلد، وده مبنى قديم من مباني وسط البلد يعني. طيب التصميم الأزياء والستايلس، ده كان دراسة ولا هواية؟ طبعا لا دراسة. كلمينا شوية عن دراستك. أنا أصلا خريجة حقوق،
بس اللي هو انا من الجيل بتاع اهلنا اللي هو ادرسي حاجه وبعدين بيعملي اللي انت عايزاه. فانا خلصت حقوق ودرست الفاشون في برج دي لا مودا ده في ميلانو في ايطاليا. بعد ما خلصت اشتغلت على طول في اسبانيا شويه، بعد كده تركيا، بعد كده قطر، بعد كده السعوديه، بعد كده رجعت مصر بقى. فانا في دراستي اصلا كنت دارسه دبلومه كامله في الازياء، اوكي، في كل حاجه، في كل بقى حاجة. فاشن ديزاين، الديزاين اللي هو السكتشنج يعني. بعد كده المرحله اللي بعدها ان انت ازاي تبداي تنفذي السكتش بتاعك، بعد كده ان انت تدخلي في البرودكشن، ان انت هتصنعي البراند بقى، ان انت تعملي براندنج، الستايلنج طبعا، الارت دايركشن، الهويه بتاعه البراند بتاعك عباره عن ايه، طبعا ده كله درسته يعني. اوكي، لكن اول بدايتك للفاشن ديزاين كان الفاشن ديزاين. بدات من اول ان انا بشتغل بس برسم سكتشات للبراندات، بعد كده بدات ان انا انزل المصانع. يعني تركيا كنت في ازمير بروح بقى بشوف التصنيع وبشوف حلو قوي. طبعا ده اكسبيرينس عظيمه. فبعد كده بقى دخلت بقى اللوكيشن عشان نصور الكوليكشن اللي احنا اوريدي عملناه، فاشتغل ستايلينج. فبدات بدات اتعلم من الستايلست اللي في اللوكيشن، هم بيعملوا ايه، بيحضروا للتصوير ازاي، بيظبطوا الريفرنس ازاي. فعشان كده لما جيت اعمل براند بتاعي كنت بعمل الحاجات زي ما اتعلمتها بره، مود بورد، كلر بورد للكوليكشن، هنصور ببقى محضره كل حاجه للمصور قبل ما نبدا اصلا، للميك اب ارتست، للهير دريسر، كل الناس بيبقى معاها داتا للفوتو سيشن بتاعه الكوليكشن هنعملها ازاي. اوكي، مش بسيب حد لخياله. وده دور المصمم الازياء ان هو لازم يدي التيم بتاعه كل حاجه يشتغل عليها عشان تطلع بالظبط الفيجن بتاعته اللي من الاول هو مصمم عليها الكوليكشن بتاعته. ففي الاخر هو كله بيكمل بعضه. يعني ان انت تبقي فاشن ديزاينر لازم يبقى عندك نوليدج بالستايلنج، لازم يبقى عندك نوليدج بالدايركشن، فبالتصوير حتى لازم ابقى عارفه الاضاءات اللي انا عايزاها للتصوير عشان اعرف اقولها للمصور. فدي كلها حاجات لازم بنتعلمها يعني. قماشة البايات بتكون، او احنا عارفين دايما ان هي بتكون للستات، تنفع للرجاله كمان؟ طبعا طبعا، اول واحده عملتها للرجاله. ما عشان كده عايزاكي تكلمي. انا شايفه ان الراجل مظلوم يعني، معانا اللي هو كل حاجه للست في ايه يعني، نعمل له حاجه يعني، هو من حقه برضو يلبس ويبسط. يلبس البايات ازاي بقى، او امتى، هو مين بالظبط الاول؟ انا عملته بس في البليزر، في الجاكيت حطيته، في الياقه بتاعه البليزر، واحده واحده في الجيب، حاجه بسيطه يعني. لحد ما تطورنا بقى ان عملنا الجاكيت بايت كله يعني. بس هو اكتر للناس اللي بتحب تشو نفسها يعني، زي المغنيين مثلا. محمد رمضان بيلبس كتير حاجات بايت يعني. وفي مغنيين كتير بيحبوا يلبسوا حاجه، بالذات اللي بيعملوا اداء استعراضي على المسرح. دايما يعني لو راجل هيلبس الحاجة فيها بايت فهو لازم يكون في سبب يعني يلبسه، يعني ان هو بصراحة هو حر. يعني هو حر برضو يعني، واحد عايز يروح مثلا يعني حفلة، مثلا رايح يحضر حفلة مع اصحابه يعني حفلات العالمين الجميلة مثلا. السنة دي كانت جميلة جدا. الناس الولاد كانوا لابسين لبس حاجات فيها بايت يعني، القميص، التيشيرت في حاجة فيها لمعة. هو من حقهم برضو يحسوا الاحساس ده ان هم سباركل. اكيد. طيب، تصاميم بتاع التومة اللي هي بتعتمد اعتماد كامل او كلي او بنسبة كبيرة جدا على البايات، تعتبر حاجات غير تقليدية، بتلاقي فيها صعوبة عن التصميمات العادية؟ طبعا يعني، بس انا ما اخترتش السهل، انا اخترت الصعب عشان يبقى مميز. السهل الناس كلها بتعمله، فلا. طيب، عايزين نتكلم شوية عن الرجالة. ايه ممكن الراجل يعني يعمله علشان لو هو مثلا عنده ديفو، مثلا لو هو عنده مليان شوية او عنده بطن او قصير، عايزين نتكلم شوية بقى للرجالة. اكبر مشكلة في الرجالة مثلا عندنا في الوطن العربي الكرش. فهم للاسف ما بيلبسوش صح خالص ان هم يداروا الديفو ده، او ان هم مش عارفين ده يعملوا ده ازاي. ففي ستايلات كتير قوي بتداري الديفوهات دي. طبعا اللذيذ ان بقى في فاشن بلوجر دلوقتي ولاد بيعملوا فيديوهات وريلز وتايبس ازاي الولاد تلبس. بيتهاجموا شويه، والناس اللي هو ايه اللي انتوا بتعملوه ده، بس بجد بيعملوا محتوى حلو قوي قوي،
خلى في جيل جديد مهتم بشكله. مش بيلبس اوفر سايز، مش بيلبس حاجات تداري جسمه، لا بيلبس اللي شبهه. يعني دي من الحاجات مثلا ان الولاد التخان ما ينفعش يلبسوا حاجه طويله تحت الركبه، لا يلبسوه فوق الركبه عشان يقللوا الوزن. طيب ده ستايل للفات مان، يعني ده الستايل المناسب ليهم، ان هو يطلع القميص بره مش يدخله جوه البنطلون، او يدخل واحده ويطلع واحده. فهو كده ده افضل، ده بيداري منطقه البطن والبنطلون يبقى لوز شويه، مش ضيق، مش فيت، يعني مش سليم فيت. هنا ده برضو ده بقى ده المثال الغلط. اللي هو شايفه التيشيرت ضيق ازاي، اللي قبليه كان القميص واسع فمش مبين طبعا منطقه البطن، فهو لو لبس لايرز كده فهو يخلي باله ان التيشيرت يبقى واسع، ما يبقاش محدد البطن كده، على قد المقاس بالظبط زي كده مثلا. ده بقى بالنسبه للولاد القصيرين المثال ده، ان هو البس لون واحد، اللون الواحد هيطوله بالظبط، مش يلبس مثلا بدله كحلي وشوز ابيض، الشوز الابيض ده هيأثره. هنا توم كروز طبعا من اكتر الامثله الموجوده ان هو قصير ودايما باين ان هو طويل، علشان الشوز لو قلبتي في كل صوره هو دايما لابس الشوز سودا دايما، لون لونها غامق وعاليه وليها كعب. ده شوان هو برضو نفس الطول او اقصر من توم كروز، على طول هتلاقيه لابس باين جدا انه طويل، عشان شايفه كعب الجزمه بتاع توم كروز، هو دايما لابس حاجه بكعب عالي وحاجه وسودة او كحلي نفس الالوان. ده ستايل الشوزات اللي بتليق مع الولاد القصيرين، يعني تديهم طول في الشكل عموما. طيب بالنسبه للجامعات بقى والبنات والولاد في الجامعه، يعني كتير منهم ما بيبقاش عارف ايه اللبس المناسب اللي يروح الجامعه. يعني زمان كانوا يلبسوا بدل وحاجات كده، زمان في الخمسينات مثلا ولا حاجه، جين زي دلوقتي وفي فتره كان بيبقى الكاجوال العادي المعقول. يعني دلوقتي بشوف حاجات غريبه قوي في الجامعات، لبس بقى جيم، لبس مش عارفه ايه، حاجات كده. ايه الصح بقى، ولا يلبسوا ايه، يعملوا ايه؟ هو لبس الجيم مكانه الجيم بالظبط، ما ينفعش لا جامعه ولا مول ولا كافيه ولا اي حاجه جامعه. يعني هما دلوقتي بيمشوا بيه في كل حته، وده غلط طبعا. لا، الولاد في الجامعه لازم يلبسوا حاجه يعني كومفي مريحه، يعرفوا لان هما بيقضوا وقت طويل في الجامعه. فانا طبعا بشجع السويت بانس جدا، يعني دي لطيفه، هي مش تقليديه، والجامعات ما بتحبش قوي السويت بانس، بس انا شايفه ان هي يوم طويل. الجينز برضو، حتى الجينز ممكن يلبسوا الباج ستايل، مش حاجه تايت او حاجه ضيقه عليهم فهتضايقهم قوي طول اليوم. راحه للسبورتس وير قوي، اللي هي الكومفي، مش الليجن، مش الحاجات الليجن خالص، ولا الولاد يلبسوا شورت مثلا. يعني ومع ان في ولاد بيروحوا بالشورت، بس ما هو احنا بنحاول ان احنا نخلي بس الشكل مريح للعين يعني، ومناسب للمكان. هو يعني المناسب ليهم ان هم يلبسوا حاجات مريحاهم، تبقى لوز، تبقى قطان، لان طبعا طول اليوم ده لازم يلبس حاجه تفيد جسمه برضو. البوليستر والحاجات الصناعيه والحاجات اللي فيها ليكرا اللي هم بيلبسوها ده، يا البنات مثلا، دي بتاذيهم مع ان هم يلبسوا يفضلوا لابسينها طول اليوم. الافضل ان هم يلبسوا تيشرت قطن، يلبسوا حاجات قطان على جسمهم عشان تبقى يقضوا بيها اليوم مريحة. بالظبط، مع الحركه، مع التنقل بين المدرجات كده، ما يتعبوش، يعني هم نفسهم ده هيتعبهم. طيب نقدر نقول ان في اقمشه للبنات واقمشه للولاد، ولا ما انا ينفع من الناس اللي بتشجع اليونيسكس جدا ان كله ينفع يلبس حاجه كله عادي، ونعملها ستايلنج لطيف بس. طيب بما اننا داخلين على الخريف بقى، عايزين نعرف ايه الالوان المناسبه، او ايه الوان الموضه في الخريف سيزون ده. بصي، هي اكتر الالوان اللي مفاجئني انها موضه البرجندي، يعني رجع تاني، والتايجر طبعا رجع تاني، والبرنت بتاعت الانيمالز عموما رجع الشتاء ده تاني وبقوه، والوانها مختلفة بقى، مش راجعة باللون البني وفي في البيج، لا راجعة مثلا في بيربل مع جرين. هيعملوا كوليكشن السنة دي في الشتاء بره، يعني بدأوا ينزلوا حاجات كده بايتس صغيرة
ان لا هم مغيرين كمان الانيمال برينت كولر اللي احنا متعودين عليها بالوان مبهجه يعني حل. وان الشتاء مش لازم الوان كئيبه وجراي وبراون والالوان حلو لا هيبقى في كولر فول في الشتاء ده السنه دي يعني حلو لطيف. طيب ايه رايك في موضوع اني اشوف الموضه السنه دي واقلده بالظبط؟ مش مهم اي حاجه ولا في حاجات مهمه لازم اخد بالي منها؟ لازم بصي اول حاجه لون بشرتك ايه اللي بيليق على لون بشرتك. الكالر ده لو مش لايق على لون بشرتك بدل حتى لو ترند ابعدي عنه فورا. يعني في فتره كان المينت جرين طالع موضه الناس كلها كانت لابسه مينت جرين مع انه مش لايق على لونهم بس خلاص هو ترند فكله لابسه. لا انا ضد ده جدا. ضد ده طبعا. لا لا وضد ان حد اصلا يمشي ورا الموضه بشكل اعمى. ايوه انت لازم تلبسي اللي شبهك اللي لايق عليكي اللي فعلا انت وانت لابساه مرتاحه. بالظبط لاني اللي انا بشوفه هو يعني دلوقتي الموضوع التقليد الجامد ده بيوقع شكل الموضه في مصر جامد. يعني بنخلي كاننا كلنا لابسين نفس الحاجه. انا فعلا يطلع ترند كذا تلاقي كل الناس لابساه هو نفس فين التميز؟ احنا كنا زمان يعني ما بتلاقي حد لابس حاجه بتاعتك ما بتبقيش مبسوطه. دلوقتي كله لابس كله مبسوط ان هو لابس شبه بعض زي احنا مش يعني احنا مش تيم كوره مثلا. ايوه بنلبس كلنا شبه بعض. فانا بس اعرف الترند ايه او الموضه ايه تعملي ايه اللي يليق عليا ايه اللي يليق على شخصيتي على بشرتي على شكل جسمي بالزبط. على المكان اللي انا رايحاه صح؟ طبعا مهم جدا موضوع المكان ده. يعني ان الناس دلوقتي بقت بتلبس حاجات يعني بتتفاجئي بيها مثلا يعني انت رايحه تقعدي مثلا في مكان ما تشربي كوفي الصبح فتلاقي ناس لابسه حاجات غريبه واكسسوري كتير وحاجات بالزبط. كتير قوي على الصبح يعني احنا لسه الساعه 7 الصبح. طيب ولما تلاقي بقى كمان مثلا موضوع الكابلز مثلا لما بيكونوا كابل ماشيين مع بعض واللبس ايه؟ حد لابس حاجه ايوه ايه بقى ايه الموضوع ده يعني هو بدا من جاستن بيبر وهايلي بيبر يعني دول اكتر كابل مشهور قوي انه هي على طول لابسه شيك قوي ولابسه يعني فول دريس وهو كانه ابنها الصغير اللي نسي يلبس في البيت. فهم بيقلدوا كده في مصر يعني انا بشوف كده هم تقريبا بيقلدوهم هم شويه انه احنا عندنا يعني نجمين كبار مشهورين عادي يعني ما تكبروش الموضوع. بس هي طبعا دي حاجه غلط جدا. بالظبط لازم لما هي تبقى لابسه كلاسيك هو يبقى لابس كلاسيك عشان اكيد هم رايحين مع بعض مكان واحد مش هي رايحه حته وهو رايح حته. ده زي ما هي كده لابسه ده المنظر ده على طول بشوفه ده على طول وكروكس وهي لابسه تالون يعني فهم بيقلدوا فعلا كده يعني هو اول واحد هو وهي عملوا الفكره دي وتصالحوا معاها يعني. لا احنا شوفي هي لابسه نقلد بقى التقليد الاعمى ده هو لابس سبورت وير زيها بس شوفي الفرق بين هي مرتبه هو تحسي ان هو مهرجل فطبعا لا ده غلط جدا التقليد الاعمى لاي ترند او اي حاجه ده يعني مش بصي هي لابسه ايه وهو لابس ايه هو لا ده على طول كده هم على طول كده حتى في المهرجانات اللي بيحضروها سوا الايفنتات هي بتبقى لابسه راحه ايفنت راحه حاجه هو بيبقى لابس حاجات غريبه جدا وده غلط ولازم الناس تاخد بالها يعني قبل ما يقلدوش الكلام ده بالظبط لازم ما هلبس يبقى ماتشنج مع بعض كده احنا رايحين على الاقل يبقى كمان المكان اللي احنا رايحين يعني مش هو بيلبس كده whatever هو رايح فين ده مش ما ينفعش طبعا لا نورتينا ومبسوطين جدا بيكي ومبسوطين بالحوار الجميل دوت انا مبسوطه جدا نروح فاصل ونرجع لكم تاني.